هاي المعضلة مو وليدة اليوم ولا وليدة اللحظة، هاي أحد المشكلات الرئيسية اللي يعاني منها قضاء الزوراء المعامل. أسوأ محافظة بالتنفيذ، وانت تشوف هذا الطريق وماكو المجال، وهذه الأرض تشهد. يعني احنا من 2012 لليوم يوميا واقفين احتجاجات، ويوميا طالعين مظاهرات، يا ناسنا جاي تموت بالشارع، ناسنا جاي تموت بالشارع. الى متى هذا الاهمال؟ 4.5 مليار سنويا تنصرف من المحافظه. اي ناس كلها جاي تموت، ماكو مستشفى، الله وكيله، بس اسمها هيكل ومستشفى. هاي المستشفى صار لها اكثر من 10 سنوات 12 سنه على هذا النظام، 50% ما مكتمله. ليش؟ ما نعرف يم الخلل، يم المحافظه، يم قائم مقام، يم وزارة الصحة، واحد يتبع الثاني. هاي المشاريع متلكئة. وأكثر من مليون مواطن بمناطق شرق العاصمة بغداد ينتظرون ويتأملون أن تكون لهم مستشفى تحقق احتياجاتهم الصحية. المكان اللي احنا متواجدين به اليوم هو مستشفى المعامل، مشروع متلكئ توقف لأكثر من مرة وإلى اليوم ما مكتمل بشكل نهائي. أسباب هذا التأخير وآثاره والمعوقات اللي تواجه المشروع بالوقت الحاضر راح نناقشها ونطرحها بحلقة هذا الأسبوع من برنامج في الظل. واحدة من أهم المعالات هي مستشفى المعامل. مستشفى المعامل بدأت المباشرة به في سنة 2012، لكن إلى الآن لم يكتمل إنجاز المشروع. المستشفى هو سعة 122 سرير، المتبنى إليه هي شركة تركية، والجهة المستفيدة هي وزارة الصحة. المستشفى إلى الآن نسبة إنجازه 88%، اللي يعيق الحد الآن هي عدم إكمال الخط المجاري اللي هو من مسؤوليات محافظة بغداد، اللي للأسف هي كتابنا وكتابكم صار بحدود 4 سنين إلى الآن لم ينفذ. والمشكلة الثانية هو هذا الطريق اللي يربط المستشفى بالحميدية ب83 وعلى القناة. هذا الطريق يحتاج إلى تبييض 6.5 كيلوات. هذا يسهل وصول الكوادر الطبية إلى هذا المستشفى. هاي أهم مشكلتين حالياً جاي تعيق إكمال مستشفى المعامل. أما ما يخص مشاكل المستشفى، وزارة الصحة إلى الآن لم يتم إطلاق حساب الـLC، وهو حساب اللي مخصص لشراء الأجهزة الطبية. هذا المستشفى اللي ما نعرف شنو سره وشنو اللي يخليه يتعطل لمدة 11 سنة. مرت عليه حقب وحكومات وسياسيين. هذا المستشفى ناس تشمره بحظ الناس. المستشفى جاي نطالب ونحكي صار لنا فترة من الزمن وما أنا جاي نلقى العلاج والحلول الآنية العلاجة. الحد الآن رغم وجود يعني فائض في الميزانية، ارتفاع في أسعار النفط، لكن نلاحظ تلكؤ وعدم صرف هذه الأموال. إضافة إلى ذلك أن محافظة بغداد هي أسوأ محافظة في التنفيذ في الموازنة، يعني رجعت 50% وما نفذت في المشاريع، وما جاي تنفذ مشروع المجاري الخاص بالمستشفى، ولا جاي تنفذ الطريق. يعني ما نعرف شنو السبب، شنو العداء، يعني ليش هالعداء لهذه المناطق المحرومة؟ احنا اليوم مصابين بفيروس، فيروس اللي هو الوحدة الإدارية ومحافظة بغداد. هذا شلون فيروس هذا اللي اجانا هسه؟ شلون نتخلص منه؟ نتخلص منه بجهود الناس، الوقاية، شلون لبسنا الكمامة ولبسنا وخذينا الوقاية؟ لازم قضاء الزوراء كله ياخذ الوقاية من هذول الموجودين من محافظة بغداد أو الوحدة الإدارية، لأن سبب المشكلة هم هذولا قاعدين ك
وكأنه ماشي لا يكون، ضالين فصول عشائر، ماكو قائم مقام او ابو وحده داريه انا يم عشيره الفلانيه او فصل الفلاني فصل الفلاني فصل الفلاني، هذا وينكم هيك بدوله؟ انطوني اكو دوله بكل العالم؟ يعني انت بقضايا العشائريه وتارك القضاء. القائم مقام حسب قانون المحافظات غير المنتظمه في اقليم والمشرع بمجلس النواب العراقي عام 2008 يعتبر أعلى موظف تنفيذي في وحدته الإدارية، كذلك هو المسؤول بحسب المادة 41 من نفس القانون على الإشراف المباشر على دوائر الدولة وموظفيها وتفتيشها. لذلك اتجهنا لقائم مقام الزوراء حتى نتطرق للأسباب المؤخرة عمل المستشفى وكذلك افتقاد القضاء لأغلب الخدمات الأساسية. مستشفى المعامل تعرفون انتم احنا عندنا اعمال محليه واعمال مركزيه وزاريه. بالنسبه للمستشفيات هن خارج نطاق محافظه بغداد والوحدات الاداريه بكل هيكلهن الاداري والتنظيمي وحتى التنفيذي، باعتبار العمل المسؤول عنه هي وزاره الصحه متعاقده ويا الشركات وزاره الصحه، الكوادر اللي تراقب العمل هي من وزارة الصحة والمهندس المقيم كذلك من وزارة الصحة. احنا دورنا فقط نباوع بنظراتنا ونشوف الامور وين وصلت، ومرات ننتقي بالمهندس المقيم نسأله عن المعوقات، فاحنا نحاول نذللها عن طريق النواب يلتقون بوزير الصحة حتى يوفرون الاموال، هي مشكلة المستشفى الاموال. اذا توفرت الاموال الامور تمشي. احنا هسه اللي أعلنوا عنه بأن فتحوا حساب LC للأجهزة اللي راح يستوردوها لهذا المستشفى، نسبة الإنشاء بالمستشفى جدا عالية حوالي 97-98% بالنسبة للإنشاءات، لكن إحنا إذا نجي على شغلة الأموال نقول نصف المبلغ بعد ما وصل لنصف المبلغ هو أجهزة، والأجهزة أوعدونا خلال 7 أشهر أو 8 أشهر تجي للمستشفى. من 2018 طلعنا مظاهرة شكلنا لجان تنسيقية وطلعنا، فقعدنا ويا رئيس الوزراء حيدر العباد بوقتها أنطانا تصريح كامل لجميع الخدمات نتابعها، فبعدين تابعنا الخدمات من عندنا هذا المستشفى وإحنا موجودين يمه صرف له 5 مليارات انصرفت لهذا المستشفى. هذا ب 2018 ورجعنا وجبنا شركة الترفية واشتغلت به، ولحد الآن الخمس مليارات الحمد لله، يعني أنت تعرف هسه هذا شوف إيش عوزه، يعني ذات بوعلى المليار جاهز يجهزه ويخلصه، الله شاهد 5 مليارات والخمس مليارات ما نعرف وين راحت، يا تسأله ما يدري الخمسة انصرفن وريد بعد، وهذا وضع هسه متوقف على اليمن، متوقف على مود مجار وطرق، يعني مستشفى مليون نسمة على مود إيش؟ على مود مجرد يعني مجار وطريق، يعني شنو صعبة يعني هذا على 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 محافظة بغداد؟ هذا هسه الموجود حاليا يعني بس 2 هذا انصرف له 5 مليارات وهسه انصرفوا له ازيد، وهاي الوضعيه بالمعامل يوميه الدوله جاي تصرف الفلوس ما نعرف وين تروح. حدودنا من هنا قناه الشرطه، ومن الشرق دياله، ومن الغرب حدودنا ويا المسعود والشعب، مرورا بهوره كسره وعطش والحميديه والدسيم وسيطره النحالات، هي هاي الحدود الاصليه لقضاء الزوراء، واحنا هاي الخدمات جاي تقدم كل هاي المكانات واحنا مسؤولين عن هاي المكانات. لكن انا اقول لك انا شايل كل القضايا، شايل قضيه مديريه المي، شايل قضيه مديريه الكهرباء، وشايل قضيه مديريه الطرق، وشايل مديريه وزاره الصحه، لان هذا مو شغل المستشفى شغلهم، وانا الناس تطرق بابي، انا العياذ بالله من كلمه انا يعرفون القائم مقام الوحيد اللي داوم من 16 ل 17 ساعه، وهذا مو يشوفه لابس نظارات ويشوفني، لا انا موجود الظهر والليل، ومرات ابات بمجمعات المي لان دول ناسي يعاتبوني، وانا ما اشتغل كقائم مقام قدر ما اشتغل سيد ووجيه وابن هذه المنطقه، وعلي مسؤوليات كبيره، والشيء الاخر اللي حملني هاي المسؤوليه هو حسن الظن الناس بي خلاني اضاعف جهد. هاي الناس الفقره ما تعرف ايش جاي يصير بيها، المستشفى سبب تعطيل 11 سنه، اكو مستشفى بالعالم يتعطل 11 سنه لا 12 سنه بسبب خلافات سياسيه ضيقه او بسبب خلافات شخصيه، بسبب مسؤولين وبسبب كذا، لو اكو وعي والناس الثور،
مثل ما ثارت بديش الفترات. هذا المستشفى هو صاير على أطراف بغداد. الخدمات إذا راح يصير خدمات جليلة أولاً للقضاء وثانياً لكل الأطراف المحيطة بالقضاء. يخدم أطراف محافظة ديالى، يخدم أطراف مدينة الصدر، وكذلك يخدم مناطق النهروان والمناطق المحيطة بالنهروان مروراً بديالى لحد حدود نويخان بني سعد. هذا المستشفى يعني أمل تنتظر الناس. يا ريت المعنيين بهذا الأمر أن يهتمون بجدية ويسارعون بإنهاء مشاكل هذا المستشفى حتى يطلع إلى النور. ما عندنا مركز صحي هنا، سعاف واحدة يعني ب 12 الظهر بعد انتهى دوامهم. احنا مستشفى هنا ما عندنا بالمعامل، نسبتنا فوق المليون راح يصير. شوف الأمراض المزمنة، شوف هاي الشوارع الأتربة، الناس متروس ربو زين. احنا يعني نفتقر ابسط الخدمات بهاي المنطقه، لا من التبليط لا من الخدمات. نداكم لمن توجهونه بخصوص؟ والله ندانا يعني المجلس الوزراء اريد نقدم، لان هاي المستشفى متلكئه، مستشفى ما يقارب صار لها اكثر من 12 سنه على هاي الحظ. واحد يذبها بالمحافظه، واحد يذبها بوزاره الصحه، واحد كل من ووحده الاداريه فاشله بهاي المنطقه في قضاء المعامل، فاشله، ماكو اي دور لها حاليا بمجلس القضاء، ماكو. واحدة من أهم المشاكل اللي يعاني من عندها مشروع مستشفى المعامل هو أن المناطق والمساحات القريبة من المستشفى تحولت بسبب التأخير بتنفيذ المشروع لأكثر من 10 سنوات، تحولت لأشبه بالمقالع للنفايات لأهالي المناطق القريبة واللي ساكنة بالقرب من المستشفى، بالإضافة إلى أن تسليط المياه المجاري لأهالي هذه المناطق صار بأماكن وتحولت إلى بحيرات قريبة على المستشفى. كون هذه المنطقة هي تحولت إلى قضاء المعامل من عام 2018 وتفتقر للخدمات البلدية، بالتالي هذا الموضوع يخالف كل التصميمات للمستشفيات اللي تحتاج إلى مساحات واسعة، تحتاج إلى أجواء نظيفة، عكس الواقع اللي نشوفه واللي تشوفوه بعينكم. احنا شباب متظاهرين منطقة المعامل قضاء الزوراء، اللجنة التنسيقية. احنا هنا جاي ننقل رساله وصوت واعلاميين يمنا هنا بالمنطقه، ونريد ننقل المعاناه اللي تلكأت باكمال المستشفى هاي المده الطويله. ايش ما جيت الصبيح؟ والله تعرف انت الولد الاعلامي اللي اجى، وتعرف عندهم عمل وارتباطات والتزامات، هو اللي خلاهم يجون هسه. والله شغلنا انتم جايين الصبح تشيلون عيون بس الثاني وخارج المشروع، شلون يعني؟ احنا هسه بالباب جاي، انا جاي احكيك بالباب. ها مو احنا شنو هي المشكله هسه؟ انت من تقول لي ايش تعليمات وايش تشدد، انت جاي تقول لي مكيفين على واقع المستشفى يبقى على هذا وضعه بعد 10 سنين؟ والله احنا ما مكيفين. لا مو هسه من هذا كلامك انا انقل رساله، انا بكل ادب ومعروفين يعني احنا، هو هم يعرفنا الولد وتعرفنا حق المعك حبيبي استاذ. انت اقول لك هو العمل والمتابعه ما يعرف فقط لا صبح ولا ظهر. هنا الاسعاف الموجوده في هذه المنطقه هي التكتك. احنا عندنا اسعاف وحده عزل ب 12 الظهر، ورا 12 الظهر نسحبه بالتكتك باي سياره، ويمكن انتم اجيتوا وشفتوا الطريق وشفتوا المعاناه. يصير عندنا حاله يموت؟ اي لا هي مو احنا عندنا حالات جاي تموت بالشارع. هسه انت الزم اي شخص اليوم بالشارع قل له عندك اقاربك صديقك مات بالطريق راح يعدد لك. يعني ابسط شيء يعني النكته هي يعني شو اقول المضحك المبكي، انه الشركه التركيه عندهم شخص عامل تركي صارت فيه ازمه قلبيه ما لحقوا ينقلونه للمستشفى مات بالطريق. هاي الشركه التركيه كانت تسال. اولا احنا عندنا يسمونه قطاع الصحه اللي هو بالبلديات اللي عليه هو دكتور عادل مدير القطاع. احنا عندنا حوالي 11 مركز صحي يقدم الخدمات بالقضاء، وعندنا حوالي 3 أو 200 البيت الصحي نسميه بالقرى، لأن الوحيدات اللي يديرن الأمور بالقضاء. أما المستشفيات تعرفون أنتم المستشفيات أقرب مستشفى لنا هو مدينة الصدر، وبالنسبة لمستشفى المعامل تعرفون أنتم القضاء هذا قضاء فتي استحدث بال 2019، وهذا القضاء يفقد التصاميم، الجزء اللي تابع لمحافظة بغداد ما بيه تصاميم، وكذلك جزء الأمانة بمناطق عشوائية كبيرة غير داخلة بالتصاميم
تقدم لها الخدمات محافظة بغداد بعد موافقات رسمية وعدم ممانعة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وأمانة بغداد، بأن محافظة بغداد يسمح لها أن تقدم الخدمات للمناطق الزراعية في داخل حدود البلدية. هذا أولا. سؤالك على المستشفى، مستشفى المعامل يعني مستشفى صار له فترة جدا طويلة، المفروض هو هسه منجز. هم هاي المستشفى عليهم، لا يجيك يكذب عليك وزير الصحة وما أعرف إيش، لا هو بنوها من زمن علي التميمي ولحد الآن هو بنوها، ولحد هاي اللحظة صار 10 سنين وواحد يذبها على واحد. شنو وزير الصحة؟ وزير الصحة ليش ما يجي يبرر موقفه؟ المحافظ ليش ما يبرر موقفه؟ ما يبررون. قلت لك ذولا فايروس بالمجتمع، ها يروحون يقضون يقعدون ويا شيوخ العشائر، وها هذا مأذينه وهذا يحكي علينا وهذا ينشر. وضع الشارع خارج المستشفى جدا مؤثر على المستشفى، في سبيل يعني دخول المواد، دخول كل المواد الخاصة بالمستشفى عن طريق تدري احنا حاليا المواد هي اغلبها تجي محملة بسيارات شحن كبيرة جاي تعال من خلال هذا الطريق. احنا متواصلين ويا محافظة بغداد في سبيل حل حل جذري للشارع الجانبي للمستشفى وشارع نظام ان شاء الله بالوقت القريب. ما حد يعرف، يا تروح للمحافظ بغداد حلتها انطيتها اصبروا لي، يوم يجي نائب ياخذ الاصوات. صار له تقريبا 10 سنوات او ازيد تقريبا، هي نفس الشيء. هسه هم جاي يشتغلون بشويه شويه، تقريبا هاي السنه من 2018 اللي جاي من صرفت الفلوس 5 مليارات، لا كان يختلف. هسه كملوا الوجهيه مالته، هاي ما بقى في الشيء، بغى شغله المجاري، شغله المجاري بغت بيه، فالشغله بسيطه المجاري وطرق. احنا الجانب الصحاني دائما انا ما لي حق اخاطب الوزاره مباشر قدر ما انا ارفع كتاب للسيد محافظ بغداد او معاون المحافظ للجنه الطاقه والصحه والبيئه، واحكي له مشاكل المستشفى واطلب منه يخاطب الوزاره المعنيه بهذا الشيء ان تقوم بواجباتها، لان اكو هناك تلكعات او اكو هناك تقصير او اكو هناك بطء بالعمل. هذا الوضع مزري الى اخر حد، خلي يطبونه، لا اكو مي بالمناطق، صح لو لا، الى اكو خدمات. هاي تقرارك هذا بالمخلع، صور وشوف، طب على الشارع وشوف، هذا مو شارع مستشفى، شوف الزبائن مالته، حج ملايين تنصرف للقضاء بس وينه؟ ماكو. وانه قاموا يشغلون الشيوخ العشائر، هذا جيبه يقعدون يمه وسوالف وضحك وقهوتك وشايك، ما يقدر يحكي ويانا. العالم ابتلت، اكو واحد هسه مي ماكو، احنا بيا عصر مي ماكو، مجلس بلدي ماكو، خدمات ماكو، ضالين تنكر، وينكو تنكر عمي بهاي الناس؟ هذا لعب، ضحك على ذقون الناس. هذا الفايروس لازم نتخلص منه، اللي هو الوحدة الإدارية ومحافظة بغداد، بس من اللي حاسب؟ الوحيد هو العائق الوحيد لتأخير المستشفى هو الأموال. يعني من 2014 لحد هاي السنة، يعني هسه انت اذا تروح للشركه المنفذه يقول لك اني اعطتني الوزاره هسه فلوس، بس هاي الوزاره اعطتني مال اللي اطلب بيهن قبل سنتين. الوزاره ما متواصله وياي بصوره حقيقيه بالنسبه لتقديم السيوله حتى اقوم بواجباتي. العائق الوحيد هي الاموال. بالنسبه لاهميه المستشفى، مستشفى المعامل من اهم ومنقذ حقيقة لقضاء الزوراء للمناطق المحيطة به، لأن أقرب مستشفى هي مستشفى الشهيد الصدر ومستشفى الإمام علي، وهي مسافة مو قليلة. مثل ما تكلم الجانب التركي، هنا صارت عندنا حادث وفاة ما قدرنا نوصل لمستشفى الشهيد الصدر وتوفى. هذا راح يكون إن شاء الله في حالة إكماله عنصر مهم وحيوي لمنطقة المعامل، ويعالج النقص في الخدمات الصحية في حالة إنجاز إن شاء الله. تصريف مياه مجاري المستشفى واحدة من أهم المشاكل المتسببة بتأخير عمل الشركة التركية المنفذة للمشروع. قضاء الزوراء أساساً يفتقد لمجاري تصريف المياه، وتتواجد به مجمعات سكنية عشوائية، بالتالي الشركة إلى اليوم ما تعرف وين تربط مياه مجاري المستشفى، رغم المخاطبات المستمرة بين مديرية مجاري محافظة بغداد والمحافظة ووزارة التخطيط. لكن لغاية تصوير حلقة البرنامج ما لاحظنا أي عمل يخص مجاري القضاء. المسألة الأخطر بهالموضوع هي وثائق تمكننا من الحصول عليها
تخص الخطة والمشاريع المقدمة من قبل القائم مقام بأكثر من 53 مليار دينار إلى محافظة بغداد، والخطة أهملت الموضوع الأهم والأخطر وهو المجاري، واهتمت فقط بالتبليط والإكساء. تأسيسات المجاري كاملة كلها أسفل من الطابق الأول وانت نازل كلها جاهزة، بس باقي الرئيس الأب يعني خارج المستشفى يطلع. والله بالنسبة لمشروع مستشفى المعامل من بداية العمل به مر بعدة مراحل، هي بصورة عامة الظروف العامة اللي مرت بالعراق تمثلت في سنة 2014 لم يتم إقرار الموازنة أرفقها دخول داعش إلى العراق، وما رفقها من قرار مجلس الوزراء رقم 347 بإيقاف كل المشاريع بالعراق. براها تجاهدنا من خلال أعضاء مجلس النواب بعض العشائر الموجودة بالمنطقة، حصلنا استثناء رجع المشروع جزئياً أنه برجع كلياً في سبيل أنه نحاول نكمل المشروع، لكن صادفنا ب 2020 بدأت موجة كورونا خلال العام كله، 2021 باشرنا هم تأخير إطلاق الموازنة الاتحادية سنة 2021 هم أثر على المشروع، وحالياً نحاول بكل جهدنا أنه نكمل المشروع بأقصر وقت. Bununla ilgili tabii ki Nuhol İnşaat olarak bizi oldukça etkiledi. Bunun iki ayağı var. Birincisi hani işi bitirebilme anlamında etkileme, işin süresi olarak etkileme. İkincisi de işin maddi boyutu. İşte işin ilk başladığı dönemlerde güvenlikle ilgili bir takım sıkıntılar yaşandı biliyorsunuz. Bütün projeler durdu. Bize özel bir durma zaten olmadı. O dönemde bile işi en son durduran firma biz olduk projeyi. Son çare olduğu zaman durdurduk. Daha sonra işte pandemi döneminde bahsettiği gibi aynı şekilde iş durdurma oldu. Bunun o dönemde tabii zaman zaman finansal konularla ilgili sıkıntı yaşadık. İşte almamız gereken hak edişleri geç aldık. Bayağı geç aldığımız hak edişler oldu. Bu işin finansal kısmı, işin bitirilmesine yönelik olan kısmında ise şimdi biz bir işte işi belli bir tarihte bitirmek üzerine bir program yapıyoruz. İşte araya mesela pandemi girdi, bütün program alt üst oldu. يعني إذا يلقون حل المجاري تكمل المستشفى. أنا طلعت كشف في مديرية المجاري وحددت المسار وحتى حددت الكمية إيش قد طولها، وعلى أساس يعدون كشوفات ويشتغلون بهاي الأيام الجاية. بس أنا أطلب من خلالكم من السيد محافظ بغداد أن يلح على مديرية المجاري أن تستعجل بهذا الموضوع. والحد الآن هي هسه يعني كاملة مجاري المستشفى جاهزة، بس المجاري الرئيسية اللي تطلع برا هي هسه ما لاقي لها حل. متوقفة أي المستشفى هي مشروعها كله متوقف على هذا الشيء. لازم تحتاج هي لها بوكان يكون محدد، يحددون بوكان حتى البواري الرئيسية تطلع الماي يطلع للبوكان يكون محدد. أما لحد الآن ما محددين بوكان يطلع بيه الماي. يعني هسه المستشفى كبواري جاهز إنجاز يعني 80%. لا إحنا المدد لحد هسه أنا ما ماخذ مدد من أي واحد. أنا تعرف أنا إنسان لسان المواطنين الموجودين هنا، بس يختلف المواطن يطلع ممكن عن عبر القنوات أو عبر التواصل الاجتماعي ناشد الدولة. أنا مناشدتي أصولية رسمية إدارية بكتب رسمية، أطلب من الدولة يا دولة تعالي خلصيني من هذا التلكؤ وهذا التباطؤ بالعمل وعجل بشغلك. Projenin en başından beri Nuhol İnşaat olarak sözleşme yapıldı. İhaleye biz en başında Nuhol İnşaat olarak katıldık ve Nuhol İnşaat olarak ihale işe alıp sözleşmeyi de Nuhol İnşaat olarak yaptık. 2012'nin 11. ayında sözleşme yapıldı. Hastane süresi de 2013'ün 5. ayında başladı. İşin süresi. يعني أنا قبل كم يوم نزلت منشور حكيت بيه للمنطقة وسولفت، الله شاهد المنطقة تدري بيه. قبل تقريبا صار له أشهر أو سنة حسبت المصروف عليه، عندنا بس خط مال مي، خط مال مي واحد تكلف الدولة 11 مليار. شارع 77، المدارس هاي هسه اجتنا ب 14 مليار، حسبتهم 65 مليار قبل سنة. 65 مليار انصرفت لهاي المنطقة وهاي الوضعية مالتها جاي تشوف. لا شارع، لا مستشفى، لا في شيء براس حاض،
لا ماي، العالم جاي تصارخ خلص شاهد ذابح العطش ويصرفون مليارات. ما تعرف حج، انا اعطيك من الاخير تصميم اساسي ما بها المنطقه، وياهلي يجون اليوم يحصلون اسان. اعطيك ابسط شيء، عندنا واحد هسه قبل كم يوم ضايخهم ديام عم ما وصلنا ماي، اجوا هم علي، هم اجوا علي المسؤولين، شو تريد؟ قال لهم اريد البواري، يعني هاي فد مصيبه، جابوا له البواري ربطوها، خابرهم ما عنده مي، وصل هنا. زين قال عمي شو نسوي لك؟ هم يسالونه شو نسوي؟ قال لهم تجيبون 20 بوري، تجيبونه من هنا توصلون للبيت مالي. وهم يسولفوا له تنحل؟ قال لهم تنحل، راحوا جابوا 20 بوري، وصلوا للبيت والبارحه نشر عليهم، قال لهم عمي متنا من العطش ما عندنا مي. والله احنا من حوالي سنتين اجتماعاتنا مستمره في محافظه بغداد بخصوص المجاري، تكللت باعداد الكشوفات، اعداد المخططات، تمت المصادقه عليها، المخططات بالنسبه لموضوع المجاري والكشوفات كامله. فقط باقي الموافقات الخاصه بوزاره المائيه في الموارد المائيه بخصوص مسار الخط مال المجاري، بالاضافه الى وزاره البيئه في تصريف المياه الخاصه بالمستشفى. مما تعرفون احنا المستشفى مخدومه بمحطه معالجه، كل المياه الخارجه من المستشفى معالجه وصالحه للري. نكمل الموافقات ان شاء الله بحدود الشهر ان شاء الله حسب ما وعدونا وزاره محافظه بغداد، نبلش بخط المجاري. بخصوص المياه حاليا قدمت وزاره الصحه طلب المحافظة بغداد باستثناء المستشفى بيكون خط ساخن للمياه مستمر وغير خاضع لنظام المراشنة بالمستقبل، وإن شاء الله نحصل موافقة في سبيل إنجازه. إيه طبعا تنقذ الحسيني، يعني شغله تنقذ هواي عالم، يعني هواي عالم هي تنقذ هاي المستشفى. ماكو يعني قلت لك خدمات ماكو، منطقة ضاع الزوراء خدمات ماكو، يعني شتاء تعاني العالم، بالصيف تعاني من كل شيء. Öncelikle şuradan başlayayım. Ben yaklaşık 10 senedir bu ülkedeyim. Gerek işle ilgili, gerekse günlük hayattaki diyaloglarla ilgili, Irak halkıyla ilgili hatırladığım en ufak bir olumsuz olay yok. Ben Irak'ı ve Irak halkını çok seviyorum. Çalışma şartları olarak baktığınız zaman... Şimdi Irak'ta şartlar biraz daha zor. Yani en azından Türk بكمس. هذا شارع يومي يجينا واحد انتخبوني وانا راح ابلط لكم، انتخبوني وعلى هاي كل ساعه ننتخب وكشمة. حاليا اقرب مستشفى حاليا للمعامل يبعد 30 كيلو متر، مستشفى القادسيه. هذا المستشفى راح يخدم المناطق من حي النصر من قناة الشرطة إلى الخان، إضافة إلى المناطق اللي من الشاعورة وغيرها والحميدية كلها راح تصير. إضافة إذا كمل هذا الطريق هذا المستشفى راح يخفف على الزخم على مستشفيات المدينة، على اعتبار أنه هذا الطريق يربط بأطراف المدينة. متوقف أي المستشفى مشروعها كله متوقف على هذا لازم تحتاج هي لها مكان يكون محدد، يحددون مكان حتى البواري الرئيسيه تطلع الماي يطلع للبكان يكون محدد. اما لحد الان ما محددين بكان يطلع به الماي، يعني هسه المستشفى كبواري جاهز اي انجاز يعني 80%. مشكله الشوارع والطرق الله شاهد فشي، يعني اذا اسولف يعني اراده هيك مال شهر سوالف، فاحنا تعبنا يوميا نسولف يوميا ننشر يوم الاساس شارع انصرفت مخصص اي لا لا مخصص اشتغلوا بيه كملوه ما مشتغلين بيه اصلا ولا يشتغلون بيه. هاي لو تطلع المنطقه هاي مظاهره ويصير حل، لو ما تطلع ما تطلع. انا افهم شلون صارت الوضعيه. طلعنا يوم من الايام ب 2018/18/3 صار حل وبدت الدوائر واشتغلت اشتغلت المشاريع وغيرها. اشتغلوا المقطع الاول من حي النصر المن للعماري، ها شارع 77 ها صار معضله، صرفوا له 3 مليارات ونص واحنا موجودين، جبناها من طيف، جاب الرجل حج علي وجماعه وياه. 3 مليارات ونص، خلوه الحي النصر، وصلوا من حي النصر العفو للعماري. وتوقفت بعد ما اشتغلوا. طلعنا مظاهره 2019 بزمن عادل عبد المهدي. طلعنا مظاهره وهم طانوا وهم اجوا واشتغلوا به، وين وصلوا؟ وصلوا تقريبا هسه للبستان. يعني قادم البستان لحد نهايه العماري، من حي النصر للعماري، مرحله ثانيه برا المظاهره. انصرفت فلوس ما يقارب على هذا الشارع حسب ما سمعنا هسه تقريبا 13 مليار
13 مليار شارع 77 ولحد الان ما جاهز. احنا هسه رفعنا خطه بس للطرق ب 43 مليار او 53 مليار تقريبا. والسيد محافظ بغداد استمع لكلامنا والرجال جاي يلح ويقول لازم تكون استثناءات للأقضية أو لكل شرق بغداد. كل شرق بغداد يحتاج إلى مبالغ وإلى خدمات، لأن مناطق تحتاج إلى خدمات، مناطق أكو شوارع ما تقدر تمشي بيها برجلك، هاي تحتاج أموال، وهاي الأموال هي من مخصصاتنا، وإن شاء الله المحافظة جاهدة أن تخصص لنا الأموال الكافية، لأن أنا إذا أعطوني 53 مليار راح تختلف واجهة القضاء. في حالة توفير السيولة المالية وعدم تأخير مستحقات للشركة كإنشائيا إن شاء الله إحنا عازمين، وإن شاء الله يكون هذا الوعد الصادق إنه إن شاء الله بحدود نهاية هذا العام بداية العام الثاني إن شاء الله المستشفى يكمل. تبقى الأجهزة الطبية متعلقة هاي كليا بوزارة المالية، متى ما وزارة المالية فتحت الالسي وحزة الأموال الخاصة بالأجهزة وبراها راح تباشر الشركات الطبية تصنع الأجهزة الطبية وتبقى بس مجرد تصنيع وشحن هنا للنصب. Proje Sağlık Bakanlığı Rusafa Dairesi ile sözleşme imzalandı. المستشفى هي راح تصير يعني موقع ومستشفى مرفق حيوي لكل المنطقة، ونحاول احنا واكو خطط ان شاء الله في محافظة بغداد توسيع الشارع المحيط بالمستشفى مدى اكثر من 20 متر وتكملة كل الخدمات. احنا متواصلين ويا محافظة بغداد وان شاء الله خير، نوعدكم انه هاي كل المعوقات انه تنزال وتنجز. هذا شوفه تعبان يعني، هسه انت يجوز اجيت بالسياره وشفت الطريق، يعني طريق مو نظام، اي ما يمشي بي. يعني هسه حتى اذا انت جاي تشتغل هنا بالقليل ايش مؤقت سوي مؤقت، يعني ماكو اهمال بكل شيء، اهمال ينقذ منطقه تقريبا تعدادها بالمليون الا شوي. الله شاهد ماتت الناس يعني تعبت، وانا هذا المستشفى هم جاي انظن بي، اذا ما تطلع مظاهره وسد المستودع وسد معمل الغاز وسد الشوارع، عرفت شلون؟ ما اظن يعني يجهز المستشفى، ما اظن يجهز. فاحنا هسه احنا بلغنا، واليوم انت هسه القناه راح تنقل، سووا حل، ما سووا حل ما عندنا غير حلول، لازم نطلع مظاهره ونسد المنافذ، مثلا نقطع الطريق بين دياله وبين بغداد، نسد المستودع مال النفط، يعني يصير تصعيد الا يخلص هذا المستشفى وشارع 77. هسه ما يقارب مصروفه على المنطقه الله شاهد 100 مليار من 18 لحد الان، من 18/3. هاي المنطقه بيها امر رئاسه وزراء تنخدم بصراحه، جاي تجي مدارس، جاي تجي شوارع، جاي تجي هاي، شنو هذا امر بيها رئيس وزراء تنخدم، بس حجي ما حد جاي يخدم المنطقه بصوره صحيحه ولا اتي تصميم صحيح، فتجي المليارات تتقسم ما نعرف وين تروح، هذا خصم الحكي، يعني 100 مليار وهاي المنطقه على وضعها. يعني انا بالنسبه لي اقول لك العام عن السنه يختلف، انا بان 14 مدرسه بالقضاء هاي السنه المضت، وهاي ال 14 مدرسه يعني 28 دوام، يعني 28 مدرسه، يعني فك خناق الدوام الثلاثي بالقضاء، وانا عندي مدارس جايه ان شاء الله، واطلب من حضرتك ان يوصل صوتي، مساله جدا مهمه. انا عندي قطاعين محرومين، قطاع الرياضه وقطاع التربيه. هسه تقول لي ليش؟ اقول لك وزاره التخطيط والماليه طالبوني بعائديه اراضي لبناء مدارس وملاعب، وانا الملاعب اللي انشئت من قبل محافظه بغداد هي على اراضي جنسها تابع للماليه، اراضي زراعيه تابعه للماليه، وكذلك المدارس ما عندي ارض مخصصه جنس تربوي، فعندي قطع اجيت انت تنازلت لي، سويت تنازل امامي لمدرسه او اجى شخص او ارض للدوله، فاني اطلب استثناء لقطاع الرياضه وقطاع التربيه في قضائي لبناء مدارس اكثر، حتى استفاد من الاتفاقية الصينية اللي أنا الآن بالزهور سلمت 26 قطعة، والآن المباشرة بيهن 26 مدرسة، وطيتهم 5 قطع أخرى حتى يكون العدد 31 إن شاء الله. إحنا حالياً كل الأجهزة اللي تم
الاتفاق عليها سواء من المولدات الى التشيلرات الى الدافعات الى الاجهزه الطبيه كلها من مناشيه رصينه. بدايه المولدات تم تجهيزها للمستشفى هي مولدات اف جي ويلسون من بريطانيا، التشيلرات حاليا انشحنن من امريكا، الدافعات من السويد، البوردات الخاصه بالكهرباء من فرنسا، كل المناشيه رصينه. واصرت وزاره الصحه على كون حصريا من مناشئ الدول الداك احنا نسميها الدول الرصينه حصريا للمستشفى، كل المواد الداخله الخاضعه للفحوصات العراقيه في سبيل انجاز المشروع ان شاء الله. Şimdi bizim planlarımıza göre medikal cihazlar hariç olmak üzere medikal cihaz dışındaki işleri bu sene sonuna kadar bitirmek üzerine planlamamızı yaptık. Medikal cihazlarla ilgili de süreç şu anda onay aşamasında. Yani LC işlemleri devam ediyor. Maliye Bakanlığı ne zaman sonuçlandırırsa LC'yi. أهم المعوقات هو مثل ما شرح الجانب التركي احنا نحاول انه عندما يكون للشركه استحقاق مالي نحاول كوزاره الصحه باسرع وقت انه ان نوفي به للجانب التركي. في تدرون احنا هالسنه حاليا انه لحد الان لم تقر الموازنه. البروسيجر شويه يتاخر، احنا عازمين بوزاره الصحه انه نحاول ننجز ومتابعه مستمره من قبل معالي وزير الصحه ومن قبل معالي مدير صحه بغداد الرصافه في سبيل انجاز المشروع عدم تعطيل مستحقات الشركه قدر الامكان. حاليا معظم المستحقات هي في وزاره الماليه ووزاره التخطيط ومتابعة مستمرة في سبيل إطلاقها إن شاء الله، سواء كانت الـ LC في سبيل المباشرة بتجهيز الأجهزة الطبية حالية بوزارة المالية، أعضاء مجلس النواب في المنطقة وهم قصرين متابعات يومية، معالي وزير الصحة دكتور علاء مدير صحة الرصافة حاليا متواصل وزارة المالية في سبيل بأسرع وقت فتح الـ LC المباشرة بتجهيز الأجهزة الطبية. هو خوب الوسيلة الوحيدة إن المخاطبات، بس أنا مرات أستعين بالنواب الموجودين، أنا كانوا النواب الكتلة الصدرية ملاصقين إلي هنا يروحون دائما للوزير ويروحون كذا، وأنا شفت أحد النواب البارحة من الوزير اللي هو كامل عنيد اللي صار بمكان المستقلين من النواب الصدريين. بس إحنا نريد بعد من الأخوة النواب الموجودين بالقضاء واللي فاق عددهم بالنسبة لهاي الإجراءات هسه حوالي 6 أو 5 نواب أن يطرقون باب الوزير ويحكون له هاي القصة ويحملون له همومي، لأن هم محملين المسؤولية، محملين مسؤولية قيادة قضاء، وهاي القيادة القضاء الراد لها دعم، والقضاء بلا دعم يعني طير بلا جناح. فإحنا اليوم عندنا فايروس اسمه محافظة بغداد أو وحدة إدارية، لازم نتخلص بجهود الناس والوجهاء والشباب والناس الخيرة، لازم نتخلص من هذول. العلة بالمتابعة والإدارة الحقيقية اللي تمثل بقضاء الزوراء اللي متمثلة برئيس الوحدة الإدارية اللي يكون ملم وعده معلومات وإلمام بهاي الأمور حتى يوصل رسالة للجهات اللي محتضنة هاي المستشفى واللي تشرف عليها عن طريق محافظة بغداد. هاي المحافظة اللي مو مقصرة بحق المعامل، لا حتى زاهدة المعامل، حتى عابرة هاي الناس اللي وقفت وإلها مواقف كبيرة بحضن مقاتلة الإرهاب، مقاتلة داعش، اللي ضحت، اللي وقفت، اللي قدمت ما قدمت من شهداء. الظهر المحافظين اللي اجوا ما يعرفون قيمة المنطقة إذا طلعت وعادت نفسها مرة ثانية وقفت بالفلكة بساحة حي النصر مثل ما وقفنا بصولتنا ب 2018 وخلينا رئيس وزراء يجينا بنفسه حتى يتفاوض ويانا وشكل لجان كاملة حتى تنفذ خدمات قضاء الزوراء. احنا اللي نريد نوصله من خلالكم نقول للصبر حدود، وشيوخ عشائر هاي المنطقة وشبابها ومثقفينها ما اعتقد راح يسكتون، لأن اللي جاي يعطل العمل جهات نعرفها ونعرف أهدافها بسبب مجاري، بسبب شغلات بسيطة، بسبب معدات، بسبب أمور. اللي يريد نوصله نقول لهم بالصبر حدود وكافي بخس وزهدان لأهالي المعامل. هاي 11 سنة هذا المستشفى مسوينا استثمار، ياهل يجي يحط بجيبه وطلع توكل الله وياك. وضعي براس هاي العالم الفقرة شوفها الناس كل المتطلبات وكل المشروع طول بصراحة. احنا جهودنا كوزارة الصحة وكدارة صحة بغداد الرصافة في سبيل الانجاز باسرع وقت ممكن، كل اللي علينا جاي نسوي حضور تقريبا احنا نداوم اكثر من 6 ايام، ايام الجمعة وايام السبت كنا متواجدين هنا في سبيل انه ما يتاخر العمل، اوقات بالليل نبقى ثاني يوم في سبيل ادخال المواد منا، متواصلين ويا كافة النواب.
أعضاء مجلس النواب في المنطقة حريصين جدا على إنجاز المشروع خلال هذا العام وما يطول أكثر، لكن تبقى العقبة الأساسية في سبيلها هو أنه إن شاء الله نقدر نوفر تخصيصات مالية للمشروع ونقدر ننجز به بأسرع وقت ممكن، سواء فتح الـLC مثل ما قلت لك في سبيل إنجاز الأجهزة الطبية وباقي المستحقات، في حال حل الذن اثنين إن شاء الله نوعد الناس أنه ما نتأخر بإنجاز المشروع. أي هذا اللي جاي يصير وياي، يحملون كل حتى اللي ينقطع وايره يخابرني، حتى اللي ينقطع كيبل مال الواير مال محولته يخابرني، وحتى اللي أنا طبعاً أنت راح تستغرب شيء يسمعون أهل القضاء، أنا بالوحدة بالليل أطرق الأبواب البعيدة اللي ما يوصلها ماي، أطرق الباب بالوحدة بالليل أقعدهم وصلك ماي؟ قال لي والله وصل أو ما وصل، أقول له طيري تليفونك باكر يجيك دنكر، تجيك حوضية. إذن مثل ما تابعنا المشروع مهم ومهم جدا بالنسبة لأهالي مناطق قضاء الزوراء وباقي مناطق العاصمة بغداد وحتى أطراف محافظة ديالى، لكن المشروع بعده يحتاج إلى تخصيصات مالية ويحتاج إلى إبعاد التجاوزات عن محيط المستشفى، إضافة إلى أن بعض المؤسسات الحكومية لازم تأخذ دورها الحقيقي وتوفر البنى التحتية من طرق من مجاري وغيرها من الاحتياجات اللازمة. حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج فضل انتهت، في أمان الله.